بالنسبة للأمن ثم شوية خوف. الجيش لا، الجيش على طول الزمن باقي محايد، وهذاك هو اللي خلى الثورة وما قبل الثورة وتونس على مدى التاريخ أنه الجيش يقعد بعيد عن كل. في الأمن لاحظنا اللي ثم اجتماعات تتفض بعنف وثم اجتماعات تتحمى هذا يوريك اللي ثم أطراف مازالت تميل للحزب الأحزاب، يعني ما قلكش توظيف ولكن ثم عاطفة أمنية، ثم حكاية عاطفة أمنية، ثم أمنيين ينجم يغطي لك اجتماع وثم أمنيين يقول لك أنا خطيني ما يهمنيش أنا محايد، يعني مازالت ثم شوية خوف، مازالت ثم شوية خوف. مستحيل كان يقع زج بين الأمن والسياسة، مستحيل خاطر تولي برشا مشاكل وبرشا حاجات في تونس تصير، فهمت؟ خاطر الأمن ديما محايد راها، فهمت؟ ميجيش الأمن شو يولي هو مع السياسة. في تقديري وحسب الأداء الحالي اللي نشوف فيه للحكومة بمختلف هيكلها بما في ذلك وزارة الداخلية، الأمن ما هوش واقف على الحياد، وما نستغربش أنه يتم الزج به، وصارت وتنجم تصير مرة أخرى، ما هوش عادي يلزم المؤسسة الأمنية يتم النائبها عن جميع التجاذبات السياسية، ما هوش عادي. هذه اللي يلزمه يصير، يلزم ننقو بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية. بالطبيعة هذا اللي نشوفه فيه هنا طو، ما عادش أمن ولا عاد أمن أمن بعد. كيفية ما عادش فمام؟ ما عادش، أنا قلت لك احنا على البيت نخرجوا ولينا خايفين على رواحنا، البركة جات عيني في عينك بروسية تخزر، ما على بالهاش لا أمن، عايش في رعب ناس ما هيش عاتية كما نقولوا احنا، ما همش يمشوا ما همش مرتاحين، ضايعين خايفين، تلفت معاش ساعات تريح حضر متاع بوليسية تولي الدور أو تأمن روحك بالبوليسية تولي خايف، وينو الأمان؟ ما فماش أمان، ما ريتش أمان، قديه من بركاج آلاف بركاجات ما ريت حد شدوه ولا ربطوه ولا عملوه، ها مالش في بالك أنت، مش كل مأمن، حتى حد الناس كل ماشية ضايعة خايف. هذيك مواطنة جاية معايا من برا ساكها مش معاه لا باسبورة لا حتى شيء، لا حتى شيء، علاش جات تسمع كان بركاجات بركاجات، ولينا نحكوا كان على البركاجات اللي تغزلوا نضيف مسخ ورخ براكين، ولينا حالة في روسنا، معناها حاجة إنسان في مخه اللي تغزلوا يقولها ببراكين، ما عادش ما عادش فما. إذا كان ثم ناس يستحقوا تحية متاع إكبار وتحية متاع إجلال ومتاع تكريم، راهم الأمنيين والعسكريين اللي هما مسؤولين عن حماية وأمن البلاد، ومستحيل أي كان جمعية أو أي حزب سياسي باش ينجم يوظف الأمن لأغراض سياسية، مستحيل، أمننا جمهوري، أمننا وجيشنا صنديد، ومستحيل يقبل باش يدخل في التجاذبات هذه وفي المربع هذي، معناها حقيقة معناها احنا الأمن والجيش متاعنا اعطى انطباع كبير وهام جدا على المستوى العربي وعلى حتى على المستوى العالمي، وكان حاجته الجيش والأمن باش ينقلب على ثورة راهو انقلب على، بالتالي مستحيل الناس اللي تراهن على أنه الجيش يتم توظيفه راهي تصطاد في الماء العكر. تو اسمع ولا كل شيء موضوح، كل شيء كل شيء كل شيء واضح، تتصور في بالك تو الشعب التونسي الكل ولا مسيس ولا يعرفوا السياسة، توا تصير ضجة كيما هكا توا اللي تصير توا القاعدة صايرة توا، يا أخي مش ظاهرة عند الشعب التونسي كامل، علاش في الوقت هذا بالضبط؟ علاش؟ وقت اللي هم يحبوا يعملوا حاجة مثلا ما عندك شيء، يبقى يعملوا لك توا لو كراسي ويقولوا لك أي القانون راهو قال هكا وقت القانون، القانون تلعب به كيما تحب أنت، تحب تدخل واحد الحبس أسهل منه ما ثماش. ولهذا حاجة واضحة والاخرين شاملك القانون هكا هو هذا القانون راهو احنا خاطينا القانون هو اللي يحكم، قاعد بربي جايين في الوقت هذا تطبق القانون على الناس الكل، كي تحبوا تعملوا انتم هكايا تطبقوا القانون، تطبقوا القانون تو تشوف البلاد كيفاش تولي، كيفاش الدنيا كيفاش تولي، يملوا الناس الكل لباس عليهم كذا، تو انتم قاعدين تعملوا اللي تحبوا، ولهذا مش معقول راهو باش الشيء اللي قاعد يصير هذا والشعب التونسي الكل يعرفه. بالطبيعة حاجة معقولة هذه منتظرة
خاطر قبل كان كانت الداخليه نوتر، تو ما عادش نوتر. حاجه معقوله باش يدخلوا، باش يدخلوا، باش يدخلوا بقوه زاد. ما تستغربش من حاجه كيف هكا. حاجه عاديه تشوفها؟ مش عاديه، عاديه في تونس. في تونس عندنا عاديه، برا ماهيش عاديه. برا نوتر، البوليس نوتر. بار كونتر هنا في تونس لا. ما عادش لي تنتاكول نتاع المسؤولين كلها في الادارات وكل الامن راهو هو راهو ماهيش ما باش كل انسان باش يحكم فيه. الامن هو الامن مفرد على روحه، مش حتى اي حد باش يجبر عليه السلطه باش يسلط عليه باش يقول له انت باش ضد هذا ولا ضد هذا ولا ضد هذا. هو منحاز على اي حاج، اي مرشح، اي مرشح باش يترشح ما يتدخلش الامن. الامن مو حاس باش يوظفوه الامن. ديجا هنا قاعدين نراو شنو هو عامل توا، كيفاش يوظف فيه يوسف الشاهد تبارك الله عليه، معناتها فهمت. دونك اللي قاعدين نراو فيه توا شنو صاير في بلادنا، معناتها يحكي على شنو، على شنو كيفاش يوظفوا فيه الامن، فهمت. دونك سوا اكيد يوظفوا فيه، ويوظفوا فيه في برشا حاجات خايبه، مي كوميم زاد يوظف فيه برشا حاجات باهيه. معناتها الامن التونسي تبارك الله عليه، من غيره هو يعني هنا قاعدين نشوفوا كيفاش وضع البلاد، الحدود ووضع البلاد في تونس العاصمه، يعني واحد ولا يمشي يخاف، مي بحول الله بقدره ربي لاباس. الامن تاعنا معناها عنده طبيعه كونه ما يتدخلش في الامور السياسيه، ونحاولوا احنا اكثر ما يمكن باش نبعدوا فهمتي السلك الامني على العمل السياسي. ما نتصورش، على خاطر علاش ثم استقلاليه تامه، يعني عندنا معناها امن جمهوري، ونتصور ما يقعش الزج به، خاطر شوف 9 سنين معناها بعد الثوره، ما نتصورش من السهل باش كل حاجه معناها يدخلوا في متاهات. ان شاء الله نحن ما نتمنوش الشيء هذا. كل شيء هذوما اصحاب المال لوبين، فماش اصحاب المال باش اذا ما يحبوش بلادهم خليه يعملوا شي يحبوا. فرصتهم اول هذه اول مره، اول فرصه. اللي ما يحبش بلاده خليه يعمل شحبك. وتشوفوا سوريا صار فيها، العراق صار فيها، ليبيا صار فيها. اذا ما يحبوش الخير للاجيال اللي جايه مصيرهم هكاك. ما ثماش روا كان اصحاب المال هم اللي يحكموا في البلاد، في العالم رؤوس الاموال هي اللي تتصرف. ورؤوس الاموال لازم يفكروا في الموت، يفكروا في الموت اللي هو فما نهايه في الاخر، واللي باش يقعد وراه باش يتعب سواء ولده ولا ولد ولد ولده. من المستحيلات السبع ان يقع الزج بامن في الانتخابات السياسيه او مصالح سياسيه. اليوم اللي فرح انه الامن نتاعنا جمهوري، الامن نتاعنا منا والينا، الامن نتاعو قاعد يخدم، وهم يحبوا يوصلوا يعملوا فتنه بين الشعب وبين الامن. الامن معناها طيله هال9 سنوات اللي مرت بعد 2011 تدرب على المدنيه وعلى الجمهوريه وعلى تواصله مع الشعب، فهمتني. وبالعكس امن خذا التجربه وخذا الخبره الكافيه، وبعيد عن كل التجاذبات السياسيه. الا انه كل ما تكثر الكلام واتهام الامن هذا دليل على نجاح الامن، ودليل على تموضع الامن بعيد عن كل الاطراف. دونك من المستحيل، وخاصة نحن توا الشعب التونسي ولا يفهم ياسر، ولينا نعرفوا معناها الغث من السمين، ونعرفوا شكون الفتن، ونعرفوا حتى وسائل الإعلام اللي تبث في السموم مع الأسف الشديد. دونك الأمن نتاعنا من المستحيلات السبع، أنا نأكد لك كمواطن بسيط أنه يتم الزج به، والأمن يخدم على روحه، والأمن فايق، والأمن معناها بعيد على كل التجاذبات السياسية والانتخابية. يلزم يكون مش مسيس، يلزم يكون وطني. يخدم خدمته الامن، اما ان شاء الله يخليوه، ان شاء الله يخليوه رايد، يخليوه يخدم خدمته، الدنيا تولي في خير والبلاد تولي في خير. يعني هو الامني ليش الامني باش يدافع عليك انت ويدافع علي انا، باش ما يخلي حد يجبد حد وما يخلي حد يمس حد. هذيك خدمه الامن، هذاك حمايه المواطن، هو اللي يحمي المواطن. شكون يحمي المواطن؟ هو الامن. واحنا نمشي وحامل كل لاباس وما يجبدنا حد، علاش؟ قراس
الأمن اللي هو توا قاعد يهز علينا ويحافظ علينا. ما هو المشكلة أنه تونس مازالت هي أطراف معينة قاعدة تحكم في البلاد، معناها فهمت كيفاش؟ معناها الأمن عادي أنه قاعد يتبع في أطراف معينة، مازال ما عندناش أمن معناها حر. فهمت توا شنو هي المشكلة؟ ما عندناش أمن اللي هو معناها كما نقولوا مستقل كما أمن معناها أمن الخارج مثلا، الأمن هاكا عارف وظيفته شنو هي، وظيفته حماية حماية مصالح، حماية الشعب، حماية واحد. احنا هنا الأمن اللي ما الحقيقة نتاع ربي، الأمن طرف من السلطة. فهمت توا؟ الأمن هو طرف من السلطة. أنت كان تصير حاجة توا الأمن غدوة هاك تشوفها هاك كل يوم تسمع هاو أمن قضاة، هاو أمن من عرف شنية، هاو أمن من عرف شنية. الحاجات هذه ما تسمعهاش في بلدان أخرى. فهمتني توا الحكاية؟ معناها راهو في الآخر هذاك علاش، خاطر نحنا مازلنا بلدان عالم ثالث. راهو صحيح نقولوا هاو هاو هاو، أما مازلنا ما وصلناش للمستوى اللي يسمح أنه الأمن يقوم بوظيفته الأمنية والبنكيج يقوم بوظيفته البنكية وكل واحد يقوم بوظيفته المعينة. لهنا خل واحد التونسي في الصباح ما نعرفش شنية، في العشية تاكسيست، وفي الليل يخدم بالمزود، وفي الواحد أي واحد، لأن حتى البنكيجي هذاك هو ورجل الأمن هذيك هي، كل واحد يخدم في ثلاثة خدم هنا، راهي هذيك هي حاجة عادية.